هذا الكتاب، هذا الكتاب هدى لمن تبع، لا ريب فيه، لا ريب فيه، فاز من حفظوه، طوبى لقوم في هداه تفكروا، عملوا به يا نعم ما عملوا. هذا الكتاب، هذا الكتاب هدى لمن تبع، لا ريب فيه، لا ريب فيه، فاز من حفظوه، طوبى لقوم فيه هداه تفكروا، عملوا به يا نعم ما عملوا. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونعوذ به من همزات الشياطين، ونصلي ونسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين، وإلى حلقة من حلقات برنامجكم أحسن الحديث. هذا الكتاب، هذا الكتاب هدى لمن تبع، لا ريب فيه. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله وباليوم الآخر. وانظر كيف أن الإسلام يعلق هذا الأمر، أمر الزواج والطلاق وكذا والأسرة، بالإيمان بالله وباليوم الآخر. هسا من أكبر المشكلات التي تواجه الناس في هذا العصر مسألة العلاقة الزوجية. كم من أيم، سواء كان رجلا أو امرأة، وكم من فوضى في العلاقات، وكم من وكم. فالذي يخرج الناس من مثل هذه المشاكل المتراكمة هو هذا الكتاب المجيد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون هداية للناس. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. البعول جمع مفرده بعل، والبعل يعني يطلق على معاني كثيرة، منها مثلا كل ما دون الله عز وجل ممن يعبد فهو بعل. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكيف يعني لإنسان عاقل رشيد أن يدعو غير الله عز وجل؟ فقالوا أتدعون بعلا. والبعل مثلا نوع من النخل يشرب يعني بطريقة كأنها طريقة مستقلة هكذا، فكأنما يعني البعل بمعنى الزوج ها هنا. وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وفي بعض الناس يعني إذا طلق الإنسان فإنهم لا يردون عليه زوجه أبدا. يعني هسا مثلا حتى القصة، وقد يكون فيها ظلال يعني يمكن من شكنا وغيره، التي ذكرناها عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، طلق زوجك فطلق وندم على ذلك، لكن رجع في هذا الأمر بعد ما قيل له أطع أباك. والمراجعة تحدث حتى بالنسبة لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الوحي يتنزل على الناس ليبين إن كان هناك ثمة خطأ في تصرف، في كلمة، في كذا، ليضع الأمور في نصابها. أنا مرة من المرات يعني واحد قال لي، أبوي قال لي طلق زوجك أو امرأتك. ونحن هنا السودانيين طبعا ما بنقول طلق زوجك للرجل يعني، لكن هي للرجل وللمرأة تقول هذه زوجي وهذا زوجي. فقلت له يعني كيف هي معك في التعامل معك ومع أسرتك وكذا؟ قال لي والله من أحسن ما يكون. قلت له إذن راجع أباك.
تكلم معه قال لي لكن انا ما سمحت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قال لي الجاي يسال قال له اطع اباك. قلت اولا ابوك ليس ابا بكر الصديق دي نمبر 1 ابوك ليس ابا بكر الصديق والامر رجع هو ذات رجع فيه في هذا الامر. فمن الافضل انه في المسائل الاسريه دي الانسان يتعامل وفي كل شيء يعني بشيء من العقل والحكمة. والحكمة ها هنا في هذا الكتاب المجيد والسنة النبوية المطهرة. ولذلك تلاحظ أن الله عز وجل يبين في بعض الآيات التي ستأتي من بعد أنه من علينا بالكتاب وبالحكمة. فالكتاب هو هذا القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة هي التي تبين وتفصل ما في القرآن الكريم. في واحد جاء لسيدنا عمران بن حصين قال له لا تحدثني إلا بالقرآن. ما حسا في بعض الناس يقولوا كده ويسموا نفسهم قرآنيين، لكن ده نوع من عدم الفهم حقيقي للقرآن ذاته. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمرنا يقول عليكم بكتاب ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي بعض الروايات ألا إني أوتيت القرآن ومثلي. ده معنى التفسير لما في الكتاب المجيد. ولهذا يعني السنة هي الحكمة التي تفسر ما نزل إلينا. قال له إنك رجل أحمق. ده عمران بن حصين للرجل اللي قال له لا تحدثني إلا بالقرآن. قال له إنك رجل أحمق، أتجد في القرآن أن الظهر 4 ركعات يسر فيهن؟ هذا ما أبهمه القرآن وفصلته السنة، بينته السنة. وربنا بين للناس والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ففيه المحكم والذي هو على وجه واحد ظاهر، وفيه المتشابه الذي يحتاج إلى شيء من اجتهاد ونظر، لأن الناس متفاوتين في كل شيء، متفاوتون في ما رزقهم الله عز وجل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. حسنا في بعض الناس يظن أنه قسمة المعيشة دي بس المال. قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فيها كل شيء يتصل بهذه المعيشة. أفرض مثلا إنسان عنده مال كثير جدا لكنه سفيه يبدده في غير ما طائل. هذا الكتاب هدى لمن تبع لا ريب فيه. فمن نعمة الله عز وجل علينا أن ما بكم من نعمة فمن الله، من نعمة الصحة المال الولد. وقد يكون الإنسان يحرم من الولد ومن المال ومن كذا، لكن المجتمع كله بتكافل والله عز وجل يعلم السر وأخفى يهب لمن يشاء إناثا. في زمان رأيت رجالا يكرهون قال نساء وفيهن لا تكذب نساء صوالح يهب لمن يشاء إناثا، وقدم الإناث لأنه كانوا يكرهون البنات بل يئدون البنات. لكن الناس اللي عندهم شوية فهم كان يقولوا ومن الذي منع الوائدات وأحمى الوئيد فلم تؤدي. في بعض الناس اللي عندهم شوية حكمة إذا واحد داير يجي ليئد بنته كما كان يحدث في بعض القبائل العربية، مش كل القبائل العربية، يجي يقول له لما تريد أن تئد بنتك؟ يقول له خشية إملاق، خايف أنه
يقول له أنا أعطيك ما أعطيك من مال. ولذلك قال ومن الذي منع الوائدات وأحمل وإيدة فلم تؤدي. وفي الحديث النبوي الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عن أكبر الكبائر قال أكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل، لأنه إذا أشركت بالله خلاص ما حرم الله عليك الجنة وبقيت ما عندك أي فرصة في أنك تنجو يعني. الإشراك بالله عز وجل. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. في أسوأ من دي؟ مخافة أن يأكل معك، تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. ثم أي؟ قال شهادة الزور. ألا وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس ليبين أنه ده ما قل من الاثنين الفاتن ديل. ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا. فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت يفهم عشان يفهم النازل. ألا وشهادة ألا الاستفتاحية المؤكدة دي، ألا وشهادة الزور وقول الزور والذين عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور. وعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ومسألة الزواج والطلاق وكذا في الإسلام هي هذه التي تقوم على البر وعلى الإحسان، وسيأتي من بعد كيف أن الله عز وجل يبين أنه الأمر أمر الإمساك أو المفارقة أو الاجتماع كله لابد أن يكون بإحسان. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، لأنه في النهاية المقصود الإصلاح. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، شوف القاعدة دي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. بعض ذوي العقول الضيقة التي لا تتسع للمعرفة الربانية الكريمة يقفوا عند القول الكريم وللرجال عليهن درجة. نعم في تفاوت في كل شيء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لكن ليس الأمر على إطلاقه، ليس كل امرأة يعني خير من كل رجل، وليس كل رجل خير من كل امرأة، حسب عمل الإنسان والإنسان يشمل الاثنين. بعضهم برضو يقول لك يعني حواء هي التي أغوت آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة. يا أخي في سورة طه وعصى آدم ربه، عصى ربه آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، عصى آدم ربه فغوى. هنا كأنما الأمر متعلق بآدم وحده، لكنه في الأصل هم الاثنين، لأنه الأمر أمر الدين ده يقوم على التعاون بين الناس، بين الزوج والزوجة، أفراد المجتمع كله لابد أن يسيروا في خط يعني صاعد إلى الله عز وجل. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وشو بالمعروف؟ أفرض مثلا في زوج يعني سفيه، زوج بخيل لا يقوم بواجباته تجاه الأسرة، جاءت سألت واحدة في عتبة هند بنت عتبة، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له زوجها أنه في شيء من بخل، أو يحل لي أن أخذ من مالي؟ عشان كمان ما يقعد الناس. قال لا، نعم بالمعروف، خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف عشان ما تخرب عليه كمان.
يعني في واحدة مثلا تسمع كلام زي ده تمشي تقول أنه أي حاجة شفتها عنده أخذها إن شاء الله بالصح ولا الكذب ظاهرا أو باطنا. الأمر ده أمر دين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، يشير إلى ثلاثة. وأهلنا الذين يعني تلبسوا بهذا الدين وكذا، الواحد يقول لك لا بتعجبني الدقون الدائرة ولا الوجوه النائرة، بيعجبني بياض النيل بيظهر في الذرية. ولهن ما مسألة مظهرية فارغة ساكت، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إلى حلقة أخرى، أستودعكم الله إخوة المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب هدى لمن تبعه، لا ريب فيه فاز من حفظوه، طوبى لقوم فيه هداه تفكروا، عملوا به يا نعم ما عملوا.